كيفاش كتشوف المقابلة؟ كيفاش كتشوف المقابلة؟ التاريخي في المقابلة اللي كانت يعني ديال النهائي اي بصراحة انا شفت داك لا فيديو الدراري مشيتي معاه وكانوا بعد محسوبين على فريق الوداد البيضاوي قاموا بشغب والسارقة وكسر السيارات كسر ممتلكات الغير هادو خصهم السخون الرياضة حاجة واحدة اللي زوينة كتفرحنا من الاشياء الجامدة اللي كتفرحنا في البلاد هي كرة القدم بغيو يسخون الكرة ديالنا بغيو يسخون السمعة ديال الرياضة الوطنية هادو مجرمين هادو ماشي جمهور هادو كيديروا السبب كرة خصهم وسط الجماهير كينفذوا الإجرام ديالهم كيطبقوه هادو خصهم طويل خصهم حبس طويل هادو خص العدالة تكرمهم خصهم يدوزوا جنايات باش يكونوا قدوة وما يسخوش لنا الرياضة ديالنا وباش نبقاو حنايا جمهور عالمي ومنتخب عالمي ونزيدوا القدام ان شاء الله بحال هاد المجرمين هادو اللي كيقوموا بالاجرام ديالهم كيتخباو وسط الجماهير بيوسخوا لنا الرياضه ديالنا وقوموا بالاجرام ديالهم ونتمنى من السلطات يكرموهم ويحبس طويل. اش نقول لك؟ على السبب باش كيحيدوا لي زيل طرا فهمتيني اخي انا اش نقول لك؟ راه هادو ماشي شي ما كينضموش للنادي ديال الوداد ولا فهمتي من الناس ديال الكازا يعني فهمتي هادو راه ما كيمثلوش يعني هما كيبينوا الشغف كيبينوا على اساس انهم راه يعني ما اش نقول لك خويا ما هادو ما كيمثلوش الوداد البيضاوي فهمتي انا رجاوي ولكن هادو ما كي الله يهديهم راه خاصهم يجيو يتفرجوا في الفرقه ديالهم في الفرق ديال اللي كيشجعوا هما يجيو يشجعوا بحب فهمتي وبجداره ديالهم يعني باش كيساندوا الفريق اما هادشي ديال الشغاب راه عندك في الاخر كيولي بنادم غادي للحارس ولا فهمت راه هادشي اخر حتى شناهي راه اخر حتى بحال اخر حتى حاس الله يستر ما غيعطيك شي حاجه اللي انت اللي غتسناها انت يعني هذوك يخرجوا على بنادم من الاخر هذوك كيعطيك واحد المنظور يعني خايب على قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.